إذن في الحسينية المعتصمون مصرون على لزوم حضور رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي إليهم حتى يعيش واقعهم ويلامس صعوبة ظروفهم المتواصلة. الشيطان ايديكم قليله، اريد انتم خوزي المرتبين شباب الحسينيه، ليش هيك حاملين؟ يلا ارفع ايدك، يلا 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 وما نرجع يا العبادي اللي نشوفك هنا، ما نرجع يا العبادي اللي نشوفك هنا، وما نرجع يا العبادي اللي نشوفك هنا، شوفك.